بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطوح. أسعد الله صباحكم. اليوم إن شاء الله غندير واحد الدرس في الزراعة المنزلية، وهو زراعة البطاطس كما وعدتكم، ونوريكم كيفاش كتزرع إن شاء الله البطاطس على السطوح أو في الحديقة المنزلية إن شاء الله. اللي عنده شي حديقة يغرس فيها. المواعيد ديال الزراعة ديال البطاطس كتبدا من أواخر شهر 8 وكتستمر حتى نهاية شهر 2، من أواخر شهر 8 إلى نهاية شهر 2 إن شاء الله. فاش كنزرعوا البطاطس هذا الموسم، هذه الفترة كلها كنزرعوا فيها البطاطس، ونزرعوا على فترات، كاينة فترة شتوية وكاينة فترة ربيعية وكاينة فترة صيفية. نزرعوا على فترات، تقدر تغرس شهر 10 11 12 وانت غادي كتغرس، والإنتاج كيكون خلال 90 يوم إن شاء الله. ونوريكم الطريقة ديال التحضير ديالها في المنزل، كيفاش تحضروا البطاطس ديال الزراعة إن شاء الله في المنزل، وكيفاش تغرسوها، والطرق ديال العناية بها. ونستمروا في هذا الفيديو إن شاء الله حتى الحصاد. وفي القناة راه كاين هذه الفيديوهات ديال زراعة البطاطس، تقدروا ترجعوا تشوفوا الإنتاج وتشوفوا الحصاد وتشوفوا فين. إن شاء الله نستمروا، نوريكم أولا الطريقة ديال الزراعة ديالها في المنزل، وكيفاش تحضير الدرانات ديال البطاطس. هما هذو البطاطس اللي كتشوفوا، وكتشوفهم خرجوا دوك البراعم ديالهم ما شاء الله، هذه دابا صالحة للزراعة. هادو من خرجين كاع البراعم، تقدروا تلقاهم في المحلات ديال اللي كيبيعوا المواد الفلاحية، عندهم بطاطس جاهزة بحال هذه، ولا تعصبوها في المنزل ديالكم، ولا تاخذوها في السوق عند مول المتطر، كتلقوها من البطاطس اللي خرجة النباتة، هذه صالحة مقصرة الأكل دابا هذه. وتاخذوا منهم بعض الدرانات وديروا هذه التجربه هذه في واحد النمو خضري جميل، وتستافدوا فيه في هذه البطاطس ان شاء الله. بطاطس طبيعيه بحال هذه اللي ما فيهاش الدرانات، هذه غير صالحه للزراعه. بحال دابا عندك هذه البطاطس هذه، كيفاش غادي ترضى بحال هكا باش تعود خارجي لها براعم. كنشدوا هذه البطاطس هذه في المنزل، كناخذ واحد اربعه ولا خمسه ولا شي، غادي نغرسوا وكنلفوهم في واحد الفوطه، نلفوه دابا في واحد الفوطه بحال هكا، وتكون سارده تكون فيها شويه الميديتي، نلفوه صافي هكا، نديرو هكا ونديروها في واحد الساك على هذا الشكل، ونحطوه في المطبخ ديالنا، نحطوهم في المطبخ في شي مكان مظلم يكون فيه الدفء، يكون دافئ، تحت البوطاجي ديال الكوزينه نحطو هاد البطاطس هادي، نحطوها لمده اسبوع، مده اسبوع كتخرج لنا البراعم هادي. دابا هذه صالحة للزراعة، كل هذه خصنا نغرسوها، ما غاديش وقلنا الموعد ديال الزراعة تهضرنا عليه، وبين البذرة والبذرة غادي نبعدو بواحد 25 سنتيم حتى 15 سنتيم، نبعدو بين البذرة وبذرة بحال هكا في الزراعة، نديرو هاد الشكل في الزراعة، نخليو باش ما يكونش التنافس على الغذاء، وتكون إن شاء الله الجودة في الإنتاج. على هذا الشكل هذا في الزراعه، نحطوه في الزراعه. والبطاطس كتجود في التربه الرمليه بزاف، ما نديروش التربه الطينيه، لان التربه الطينيه قاصحه وكتكمش على البطاطا وما كتعطيش قوه الدرانات. نديرو التربه الرمليه الفلاحيه، هي اللي كنخدم، راه وريتها لكم في القناه، هي باش كنخدم انا في السطوح، هي باش غادي تغرسوا ان شاء الله. دابا نمروا ان شاء الله الطريقه ديال الزراعه، نوريكم الطريقه ديال الزراعه، ونغرسوا هذه البطاطس ونديروا التاريخ ديالها ونستمروا. كيف كتلاحظوا الصناديق ممتلئة، درتي بنفس التربة، كتلاحظوا هذا ديال البطاطس، هو هذا اللي غنديروا فيه البطاطس، هذا هو الصندوق. اش غنديروا دابا؟ خصنا نخويوه من التربة، لأن البطاطس كتحب التربة، خصنا نزيدوا لها التربة من بعد، ملي كتخرج النموات ديالها بعد 20 يوم من الزراعة كنضيفوا لها التربة. غادي نتبعوا هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش غادي نضيفوا لها التربة، نديروا في واحد الكمية ديال التربة من الجنبات. دابا هذه إلا غرسناها ونط هنا ما يمكن، ما عندناش فين نديروا التربة مازال، فين نزيدوا درنا التربة غيتسقط، غتسقط على الأرض. أش غنديروا؟ غادي نخويو هذا الصندوق هذا واحد 15 سنتيم، نخويوه دابا واحد 15 سنتيم من التربة، ونديروا الزراعة ديالنا، ومن بعد ملي كيكون النموات اللي كتخرج بطاطس ديك الساعة تبقاو نضيفو شوية التربة شوية التربة، باش لأن البطاطس تحب التربة باش تسخن، باش يكون نمو جيد إن شاء الله. المهم العملية غادي تشوفوها قدام عينيكم، غنشوفوها باش غنديرو، وهو غنفرغو هاد الصندوق
من التراب كيف كنطلع له، لانه ممتلئ على اخره كما نقصوا من هذا الطوب هذه. والاول هي اول عمليه غنديروا نقصوا من هذا، يلا نقصوا دابا التربه ونواصل. كيف كتشاهدوا مشاهدي الكرام، التربه ديالنا هي كما قلت لكم تربه رمليه فلاحيه مزوده بالسماد حيواني روت معز سماد طبيعي في جميع المكونات اللي كتحتاجها البطاطس. دابا نفرغوا هذا الصندوق هذا، شتي رطبه، شوف تربه رطبه، حاول نفرغوا هذا الصندوق ان شاء الله ومن بعد نغرسو. نقصو تقريبا واحد 15 سنتيم وهذا الشيء غنتابعوه ان شاء الله في الفيديوهات الجاي ولكم الطريقه. المهم ديروا هذا الشيء كندير ان شاء الله، راه تستاهلوا. التربه ديالنا احتفظوا بها حتى نعاود نضيفوها في بعد خروج النموات ديال البطاطس ب 20 يوم نزودوها في التربه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على فين غادي يلقاو التربه، راه موجوده في المشاتيل ولا تربه فلاحيه في اراضي فلاحيه موجوده، تقدروا تاخذوها من تما ولا تشريوها. كانت ما كتعداش خنشه كبيره ب 10 دراهم وتزرع فيها على طول السنين، تعاود دير لها تدوير، تخصبها في دار العام، تخصب التربه ديالك وتعاود تغرس فيها دائما. يلا نكمل نقصو مزيان واحد شويه مازال ونبداو في الزراعه ان شاء الله. الصندوق ديالنا ها هو فرغناه، نقصنا فيه التربه كما كتشاهدوا، التربه ها هي غادي غنضيفوها من بعد. وبسم الله توكلنا على الله، نبداو نغرسو الدرانات ديال البطاطس، نحطوهم متباعدين، نحطوهم نخليو هاد الخلفات كيبانو شويه، نديرو بحالكم. بسم الله نحاولو نبعدو حنا الصندوق. دابا ما عندناش الحديقة المنزلية، بعدو حوالي 20 سنتيم، حنا ما عندناش دابا هاد الاتساع ولكن ماشي مشكل. نضيفو هادي هنا قيلا بركة بركة عليه هاد الصندوق، بركة عليه بركة عليه. نضيفو ليها شوية ديال التربة، قليل من التراب، صافي. الآن نسقيو. واحد القضية مهمة، واحد الملاحظة مهمة، البطاطس ما كتبغيش كثرة المياه، كثرة السقي كيعفنها، فهمتني. ما نسقيوش إلا عند الضرورة، يعني تا تنشف التربه ديالنا، تا اذا فيها الماء ما نسقيوش نهائيا، اذا فيها الماء بحال هكا، اذا فيها الماء بحال هذا ما نسقيوهاش حتى تجف التربه ديالنا. يعني نبعدوا بين الفترات ديال السقي في البطاطس، تقريبا اسبوع او خمسه ايام عاد نسقيو عند جفاف التربه. ماشي يعني نقول لكم ما تسقيوش تخليها تكمل. بسم الله نسقيو دابا السقي الغامر، من بعد نوقفوا السقي حتى تنشف هاد التربه هذه. إذا تعرات نغطيوها بشويه ديال التراب كيف ما نحن. العمليه هي ناجحه ودرس راه مهم ومبسط. وإلا كاين شي صعوبه ولا شي اسئله مرحبا بكم على لي كومونتير، مرحبا بكم راه كنجاوب عليهم ان شاء الله. إذا كاين شي حاجه نجاوبكم. كنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش يزرعوا في المنازل ديالهم ويشوفوا هذا النمو الخضري الجيد، وتكون بدايه لهم للزراعه. حنا دابا داخلين على اكتوبر، بقى التاريخ اللي ما وضعوا التاريخ، تاريخ الزراعه اليوم 27 شهر 9. دائما اي حاجه غرستوها ديروا الاسم ديالها وديروا التاريخ ديال الزراعه باش تشوفوا الوقت ديال النمو ديالها. اليوم 27 شهر 9 21.
إن شاء الله ملي تبدا النموات نتواصلوا إن شاء الله. موعدنا في الزراعة الجاية إن شاء الله، أش غنديرو؟ غنديرو زراعة الخيار، وغنديكم واحد الحديقة المنزلية ديال واحد الصديق في إن زكان، نديرو الزراعة تما في الأرض مباشرة، وتستافدو الناس اللي عندهم الأرض يغرسو بحال بهذيك الطريقة إن شاء الله. يلا حتى نديرو واحد الدورة في أواخر الشهر، ونديرو النتائج اللي غرسناها إن شاء الله، نوريكم هاد النتائج اللي وصلنا ليها. هاد 15 يوم ديال الزراعة اللي درنا، نديرو التقييم ديال هاد الزراعات اللي خلصنا هاد 15 يوما ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا، ونوريكم هاد الطريقه ديال العنايه بالطماطم الكرازيه. شوفوا هاد السريرات، نوريكم كيفاش غيدارو لهاد السرير، كيفاش كدير هاد الافقيات. كتلاحظوا هنا هاي الطريقه اللي كيتعتمدوها في البيوت المغطاه او البيوت البلاستيكيه، كنديرها معاكم لاسيرات. هكا كيديروا لاسيرات، ما كيخليوش الطماطم ديالهم تكون عشوائيه وتساقط ولا داكشي، كيحيدوا لي الخلف. غنوريكم كيفاش غنديروا ان شاء الله في هادشي. يا الله، واخيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.